ماما اصحابي وصلوا باي. ليش خليتيه يروح المخيم؟ كله تراب وجراثيم. لاني دائما استخدم له صابون ديتول لحمايته. الصيف بدا وبدت معه فعاليات الترفيهيه، ولما ما ناخذ حذرنا راح يكون كل جسمنا معرض للجراثيم المسببه للامراض. واحده صابون ديتول مع تقنيه الحمايه من الجراثيم يعطي 100% حمايه افضل من الجراثيم بكامل الجسم. صابون ديتول، حمايه يوميه تريح بالي وتحمي عائلتي.